نهاية الاجتماع مستر ميتشل إنس قام بلفتة جميلة قوي. قرر الاكتتاب بشراء 10 أسهم من أسهم النادي. أهم حاجة ظهرت في الاجتماع الأول النظام، وضع كل شيء في نصابه وكل فرد في مكانه. مفيش حاجة كده متروكة للصدفة، جدية ونظام مؤسسي استمر منذ التأسيس وحتى اليوم، وتكلفات محددة لكل فرد في اللجنة العليا. الاجتماع استمر ساعة واحدة، لكنها ما كانتش مجرد 60 دقيقة، دي دقايق تاريخية سجلها التاريخ كأول اجتماع رسمي للجنة العليا للنادي الأهلي، وأعلنت رسميا تأسيس أبو الأندية المصرية والعربية والأفريقية للنادي الأهلي.